ابراهيم عبد الصمد اكيد بيتكلم على حكايته مع تيشيرت النادي الاهلي وفانلة الحمراء. روح نشوف. بالنسبه لفانيله النادي الاهلي، انا هتكلم عن فانيله النادي الاهلي قبل ما اروح النادي الاهلي. انا كنت جاي من نادي صغير بيلبس فانيله مختلفه لنادي منافس للنادي الاهلي، وكنت مصمم ان انا دايما اروح لهم بفانيله النادي الاهلي لعشقي للنادي الاهلي. وبالتالي لما رحت النادي الاهلي موضوع تاني خالص بقى، وانا رايح النادي هناك بفانيله النادي الاهلي وهم بيلبسوا فانيله متغيره، وانا وسط اللعيبه العظام دي وبلبس فانيله النادي الاهلي بجد، مسؤوليه غير طبيعيه ما بيحسهاش الا اللي اشتركوا مع النادي الاهلي في الماتشات بتاعتهم. عشقي للفانيلا من وانا صغير وعشقي للنادي الاهلي من وانا صغير خلاني اعشق اللون الاحمر، وبالتالي ادتني مسؤوليه غير طبيعيه. شكل الفانيلا اولا كشكلها الأول كانت يا إما برقبة يا إما بسبعة، والرقم بيتحط ورا بطريقة عشوائية. مع تقدم المستوى بالنسبة للفانيلات وبالنسبة للناحية الشرائية والشركات الأجنبية ابتدت تتهافت على النادي الأهلي، ابتدى شكل الفانيلا ياخد شكل متغير خالص، وابتدت الشركات تتهافت، شركات الإعلانات تتهافت إنها تحط إعلانات على فانيلة النادي الأهلي لقيمة النادي الأهلي والقوة الشرائية اللي بيمثلها ليه. الفانيلا دي بتمثل حاجات كتير، اولا بتمثل الروح بتاعه النادي الاهلي والقلب النابض اللي بيمثله لينا، واللون الاحمر ده بيخلينا في الملعب ايدين شراش، وبالتالي حته ان احنا بنلعب على المركز الاول بيتولد من لون الفانيلا. لون الفانيلا ده بيخلينا نلعب لغاية آخر ثانية من المباراة، عشان حتة الفانيلا دي مهمة جدا بالنسبة لنا، وهي رمز للنادي الأهلي. وإحنا لما بنعشق اللون الأحمر، اللون الأحمر ده بيمثل لنا قيمة كبيرة جدا لنادي الأهلي. زي ما بقول، شركات الإعلانات ابتدت تتهافت علينا وتتطورت الصناعة في شكل الفانيلا وفي الخامة وفي النوعية، وكل حاجة بيمثلها الفانيلا دي بتمثل روح النادي الأهلي. نتمنى دايما إن شاء الله بإذن الله الفانيلا دي شكلها يتطور في الأيام اللي جاية من الأحسن للأحسن، وأنا شايف إن الشكل الجديد للفانيلا الجديدة اللي هم بيلبسوها فقل حسن على النادي، لأن ابتدت المستوى المتميز اللي ظهر بيه النادي في الأيام الأخيرة ظهر مع ظهور الطقم الجديد للفانيلا. نتمنى إن شاء الله بإذن الله المستوى يفضل متطور مع التطورات بتاعة الفانيلا إن شاء الله بإذن الله.